انا بعد واحد الحاجه بعد هذاك الشيء ديال اليوتيوب وداك الشيء انا بعد داك الشيء الحامض ما كنتفرج فيه غير كان بعد المرات كنكون في الانستغرام كنطلع كيطلعوا لي شي فيديوهات روتيني اليومي ها اللي كتشفف ها اللي كتصيق واش لا ما عندك ما يدار واش ما عندكم مشغل ما عندكم ما كاين والو راه الناس كاينين شي وحدين اللي خصهم يبينوا خدمتهم وحرفتهم وشحال الناس كاينين اللي خاصهم يبانوا وما كيبانوش وانتم في هذا اليوتيوب حمضتي والدنيا واش انا بغيت هذاك اليوتيوب يحبس اش داكشي اش داك الفضايح وكاين العائلات كيبغيو يتفرجوا كيبغيو يدخلوا ساعه كيلقاو الفضيحه ها انا هذه الجوجات هذه طلقات هذه رونات هذه قتلات هذه سحرات هذه فعلات وباش نكملوها في الاخر اجي نوريكم كيفاش كتجفف واجي نوريكم في الكوزينه كي كنطيب وتا واحد ما كيعرفش يجفف وتا واحد ما يعرفش هذه كتبغي تبين داكشي ديالها لا بغيتي تبيني داكشي ما تبينيش قدام الناس سيري بيني في بلايص وحده اخرى حيت الا ما عندكش والديك مربينك وما عندكش اللي شدك واللي حبسك على داكشي اللي كديري حتى الله فين ديري داكشي راه كاينين دراري صغار كاينين دريات صغار باغيني حتى هما كيتفرجوا راه منهم كيتعلموا داكشي حامض انا بالنسبه ليا اليوتيوب ولا سويقه الصراحه وبزاف ديال لي فان ديالي كيتبعوني في الانستغرام كيقولوا لي علاش ما كديرش يوتيوب علاش ما كديرش يوتيوب انا في نظري قلت من بعد انا نهائيا على اليوتيوب حيت شي حوايج اللي راه بالنسبه ليا كي قلت لك سويقه يعني اليوتيوب ولا سويقه خاصنا يديروا شي حاجه اللي يقدروا يستافدوا منها الناس مثلا نقدروا نقدموا بحال مثلا انا نقدر اللي درت اليوتيوب نعطي شي حوايج اللي غيستافدوا منها الناس وكنظن ما يقدروش يتبعوني بزاف كيف ما كيتبعوا التفاهات دونك بحال هادي لابسه كولون مزير عليها وكاسه كتصيق يعني داكشي انا كيجيني ديكولاس الصراحه والمعاطيه هادي قتلات هادي فعلات هادي تركات اجي نوريك اجي هادي وحمام هذا والله الا الحمام بالقبوب ديالو تسطوله بقاو ندخلوا داك اليوتيوب ونتفرجوا حتى حنا ونجيبوا الكيس ونحكوا وحنا جالسين سهرانين مقصرين